قلتي في كتابك انه الاميره فوزيه كان في ناس بيشوفوها وهي داخله سوبر ماركت او محل شراء اشياء، وكان في قليل من الناس بيقدروا يتعرفوا عليها. كانوا ووصفتي كان بيبقى لبسها ازاي والناس اللي لما تتعرف عليها. هو في كذا حد قال لي ان هو شافها في اماكن مختلفه، يعني في حد مثلا شافها في عياده دكتور، في حد شافها في محل اتصالات، او في حد شافها في سوبر ماركت. كان بيوصف ان هي كانت بتبقى لبسها تاير زي مثلا ستايل الملكه اليزابيث الثانيه كده، وكان بيبقى معاها زي وصيفه او خادمه، يعني مساعده شخصيه ليها. وكانت لما الناس بتشوفها بيحيوها بالتحيه الملكيه، وكانت بتبتسم وتحييهم. بس هي طبعا هي توفت في عمر كبير، 2013 يعني. كان عندها 93 سنه. يعني فمش كتير من الناس كان ممكن تقدر تتعرف عليها، بس في ناس كانت بتقدر تربط بقايا الملامح مع صوره الاميره فوزيه يعني اللي عارفين. ودكتور الاسنان ده كان مرتدي عيادته كانوا بيشوفوها هناك بصوره متكرره، بيشوفوها. وان هي كمان لما كانت بتيجي كانت بتدخل على طول. ما طبعاً. يعني طبعا كانت بتيجي تدخل على طول، وكان حتى اول ما تدخل كان الدكتور برضو بيحييها بالتحيه وتكشف وتمشي على طول. فأكيد طبعا كان الناس اللي في العيادة عارفين ان دي الأميرة فوزية. عاشت في الإسكندرية. يعني بصي حتى صورتها وهي كبيرة شيء بديع. جميلة. كانت هادئة الطباع ولو ان حياتها كانت صاخبة جدا. هي كانت وقت ما كانت أميرة كانت بتحب الأضواء، كانت بتحب تظهر وبتحب تتصور. لكن الوضع اختلف تماما طبعا بعد انتهاء الملكية. عاشت في الظل تماما، يعني رفضت الظهور خالص. يعني ما كانتش حتى بتطلع تتكلم او تدافع عن نفسها او حتى عن عيلتها. حتى بعد سنين لما تغيرت وجهة النظر وبدا يبقى في اصوات بتتكلم كويس عن الملك فاروق وعن العيلة المالكة، هي برضو ترفعت ان هي تتكلم. حتى كان في فيلم وثائقي اللي هو فاروق والمنفى، اتعمل بمناسبة اذاعة مسلسل الملك فاروق. في الوثائقي ده جابوا الملك احمد فؤاد اللي هو ابن فاروق والاميره فريال، وجابوا ابناء الاميره فائقه، ويعني جابوا ناس كتير من الاسره. في الوقت ده كانت الاميره فوزيه على قيد الحياه، يعني وهي اخت الملك وهي اصغر منه بسنه، ما ظهرتش تماما في الوثائقي ولا حتى اولادها. كان حسين على قيد الحياه برضه ما ظهرش تماما، رغم ان الوثائقي المفروض ان هو بيمجد في الأسرة العلوية وبيتكلم كويس عن الملك فاروق. لما هي أخذت القرار واحتفظ بيه لحد آخر يوم في حياتها، ودفنت في اسكندرية ولا القاهرة؟ لا، اندفنت في القاهرة. دفنت في القاهرة. في مقابر آل شيرين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.